حبيب قلبي اطلع من اللايف فدوى الامرك اطلع 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 بعدك بهاي السوالف التعبانه طاق صوره للبدله العسكريه وحاط ايديك بجيبك وعلى اساس انت فريق هسه تطلع مراسل تغسل الباسات الضابط امداك مع احترامات للطيبه دطلع لا اقطع النايك على راسك دطلع دطلع حار الزلم سلمنا على امك يا كلب يا ابن الكلب زين يا صدق لعبت نفسي تطلع كل ما افتح لايف طابلي قبر لفك عبالك انا استحي يعني انا بس احتراما للعوائل والناس الطيبين اللي باللايف بس اللي ما يحترم نفسه يعني اراجع الوضع الطبيعي شلون فقريات بدله كويها طاق صوره بس منها للبطرون شنو يعني وحاط ايديه هيك ولابس لساعه من هاي ب 2500 دينار حلو وهاي كاف هالبدله لهنا واخر شيء يطلع هو ماكو ضابط ما هابد بعجل زين كاتب هيبه عنده نقص هيبه ونشوف العالم يكتبون ابو شاهين المهيوب ابو شاهين الهيبه شباب وبنات الهيبه الهيبه ابو شاهين الهيبه من الله يا شباب الهيبه تنخلق ويا الانسان ما يصنعها يعني قوه سياره بنزين تحط لها مي وتقول لها امشي هي بنزين ما يصير وداك مع احترامات للطيبين ها والله عيب استحي من العالم بالقران مرخصه العالم عمي بالقران عندي حكي عندي حكي روح بيتكم مرخصتكم بدي وحده ثانيه بشرفك ايش مو يجي مع احترامات للطيبين والطيبات طاق ساعه ب 2500 دينار بطرون مرقط على اساس هو ضابط فهو يعني ضابط المشكله انت شايف لك ضابط قاعد بالبيت والله ما عليك ضابط هسه بالواجب ملتهي بريد راح بريد رجع وقاعد هنا وخابر لوحدة الليل كله وراس امه رايد الزواج يتوسل راتبه كله صارفه يجي هنا يمي تفه بنفسه ليش؟ لان العالم يقولون ابو شاهين المهيوب ابو شاهين الهيبه ابو شاهين صلى على محمد مداك يا عار الزلم مع احترامات للطيبين القائد حبيبي على راسي دي كافي يلا باع هذا الثاني تعال هذا تدري من يا نوعية؟ من نوعية تجلف لك التائرات وتطين فرة؟ لا هذا من النوع يطق صور يم السيارات الحلوة وان اليوم عارض هاي الجيل الو ايه شنو جاي اتصل شو ما تجاوبين يلا شوية واتصل لك انا جاي اسوق طب سد التليفون كذب هو قاعد بالصالة كذب اصلا اجازة ما عنده يجي لهنا يشوف ابو شاهين يشتغل على باب الله صار له 4 ايام على الخط السريع يسوق ليش على باب الله مو ارد عيش اهله ارد عيش ايه كفيلك لا اله الا الله ارد عيش والله يعرفنا اريد عيش رب العالمين دودي يصير بي يطب للبث كافي ما ادري شنو هاي هذا لا هذا ما اضربه 55 لا ايه هاي جرها جر ارجع لا ارجع ارجع في واحد مع احترامات للطيبين ايه والله جه الشاق تعالوا قاعد بصدري تعالوا قاعد بصدري وسولف اضربك 12 بوكس كفيلك لا اله الا الله الا ما اشغل أضوية كهرباء بوجهك أضوية كهرباء ما تسمع بس طس 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 14 سنة ألعب ملاكمة طلع واحد أخلي جسمك أخلي فتشك يجي يصير شون على العيساوي تعالوا قاعد بصدري تعال بس تغني بالتعليق هذا تعال مرة الشاشة بطولتي عود يعني شاقل لك عود أرد ضوجة ولا كان بحالك أنا بحالك محمد العراقي حبيبي عمي الرجال يريد يعيش على باب الله دعوفه دفك عني دعوفه عفوه قال ابو شاهين وحكي ابو شاهين ويلم بهالقواني ويدز للعراق يدز للعراق على كان ابو شاهين يدق عود بالمدينه ويلم عفونا عمي عفونا خلي اتنفس كافي 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 ما تشوف نفسك فقر ليش فقر ما سالت منك انت ليش فقر مع احترامات للطيبين ليش لك. انت السلبي ليش فقر لان الله دايسك يدري بيك مو جهنم ونق نق
ينق شلون العجوز مع احترامات العجائز المحترمات هاي ما كنت تقعد قدام الثلاجة اي سي هذا ياهل فتح الباب راح يموع الثلج والكهرباء طافي تعال اي سكي تعال بس اخ انا عوج فتشي طبعا ينعوج فتشي والله صدق لا شوف التافه يلقى تابه لو تحط ياس ومنقنه وتبعس وتنحل يبلل 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 يبلل